إجراءات بشرية في الجيش الوطني الشعبي قادرة على التكيف مع متطلبات مهامها المتعددة. سلطة ضبط السمعي البصري تذكر بضرورة الالتزام بأخلاقية المهنة والضوابط القانونية بما يكرس حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد بعيدا عن التعليق التي تخدم مصالح فئوية معينة. مؤهلات منجمية بتمراس تفتح آفاقا كبيرة للاستثمار الصناعي واستحداث مناصب شغل لشباب المنطقة. محطة القطار لمطار الجزائر الدولي تحفة فنية وجداريات تحكي تاريخ الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا. بداية، خصص الفريق أحمد جاهد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الرابعة لتفقد بعض وحدات القطاع العسكري ببسكرة. فبالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة ورفقة اللواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، وبعد مراسم الاستقبال تابع السيد الفريق تمرينا بيانيا نفذه طلبة المدرسة بموضوع مفرزة للقوات الخاصة في مهمة للقضاء على مجموعة إجرامية. الذين نفذوا هذه العملية وذلك باستعمال كافة الوسائل التي تتطلبها مثل هذه الأعمال الدقيقة والحساسة، وهو التمرين الذي تم تنفيذه بدقة عالية وبسرعة فائقة وباحترافية كبيرة. وتلكم هي السمات البارزة التي تميز أفراد القوات الخاصة عند تنفيذهم لمثل هذه الأعمال القتالية الفعالة من خلال الاستعمال الدقيق للأسلحة ولمختلف الفنون القتالية، وهو ما يؤكد جليا وميدانيا المستوى العالي للتكوين والتدريب الذي تمنحه المدرسة العليا للقوات الخاصة لطلبتها ومتربصيها بهدف الرفع الدائم من كفاءة وقدرة واستعداد الأفراد للقيام بمختلف المهام ليلا نهارا وفي كافة الظروف والأحوال. وبعدها التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد وحدات قطاع بسكرة، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد فيها على الحرص الشديد الذي تم إلاؤه للاستثمار المربح في منظومة التعليم والتكوين في الجيش الوطني الشعبي باعتبارها الوسيلة الأساسية القادرة على ضمان توفير كفاءات بشرية تحسن التكيف مع متطلبات مهامها المتعددة والمتكاملة وتدرك دلالات حتمية أو حتمية تحقيق الأهداف المسطرة. فتمشين مع ما يفرضه علينا واجب السهر الدائم على ترقية قدرات الجيش الوطني الشعبي، فقد عملنا على وضع تصور واضح من حيث المحتوى، من ناحية المحتوى والطموح، من حيث الأهداف، ومرين من حيث تطبيق وتنفيذ تصور عقلاني وبعيد النظر، ثم خلاله الأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات الجيوسياسية المحتملة ما قد يترتب عنها من تحديات آنية ومستقبلية. هذا التصور الواقعي متكيف مع خصوصياتنا الذاتية والمتماشي مع قدراتنا على تحويله
أقول تحويله إلى إنجازات ميدانية ملموسة، وفعلا فقد أصبحنا اليوم نعمل على إبجديات هذه المقاربة، وأصبحت النتائج المتحصل عليها تشهد على نفسها ويشهد عليها هذا التطور الذي بلغته مختلف مكونات قوتنا المسلحة التي باتت عين صاهرة على حدود الوطن ليل نهار. تلكم هي الغاية وذلك هو المبتغى. بناء على مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري والسهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري والمكرسة في القانون، ونظرا للوضع الحالي، تذكر سلطة ضبط السمعي البصري بالالتزام بأخلاقية المهنة ذات الصلة وبالضوابط القانونية بما يحقق حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد وكامل، بعيدا عن الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها عند نقل الوقائع والأحداث وبث الصور وإدارة الحوارات والمقابلات. وتذكر سلطة الضبط بضرورة الحرص الصارم على تقديم خدمة إعلامية عمومية بكل شفافية، وعلى الامتناع عن تقديم كل ما يستهدف صراحة أو ضمنا خدمة مصالح فئوية مهما كانت طبيعتها، والامتناع كذلك عن المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتها ومقومات الشعب ورموز الجمهورية. كما تذكر سلطة الضبط المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية اليوم وأكثر من أي وقت مضى بضرورة مساهمتها في زرع ثقافة المواطنة وإثرائها دوما بما يعزز تماسك المجتمع والتعاون البناء بين جميع مكوناته، وينبذ العنف والفرقة، ويشجع باستثمار الحوار الديمقراطي، وتقبل الاختلاف واحترام الرأي الآخر. وتذكر سلطة الضبط المؤسسات العمومية وسائر الجمعيات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تشكل المصدر الرئيس للأحداث اليومية بضرورة السهر على صدق المعلومة والوقائع التي تقدمها وتجنب كل أشكال التلاعب. إن سلطة ضبط السمعي البصري لا مقتنعة تمام الاقتناع بأن جميع المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية ستعرف كيف ترتقي بالخدمة الإعلامية إلى مستوى ما تستوجبه الساحة الوطنية في هذه المرحلة بالذات، من ضرورة الحفاظ على استقرار وتماسك وتكافل المجتمع تعزيزا للحمته وحماية للدولة الوطنية. في ملف الاستثمار، تتوفر ولاية تمرست على ثروة منجمية هائلة منها الرخام والجرانيت، مؤهلات حفزت بعض المستثمرين على إنشاء مصانع خاصة مكنتهم من توفير مناصب شغل لشباب المنطقة. المزيد مع فاطمة زهرة بن فرج الله. مصنع إنتاج الرخام والجرانيت الخاص هذا بتمنرست من المشاريع الاستثمارية الهامة، لسيما أنه يوفر أكثر من 70 منصب شغل بالإضافة إلى ضمان التكوين في هذا النوع من المجالات لأبناء المنطقة. علمونا بشوي شوي، من بعد جاوا الصينيين هادو، زدنا عرفنا حوايج بزاف عليه من الماشي. دخلت ما عندي تكوين، ما عندي والو، ما تكونت ما والو، فهمت؟ زدت هنا الحمد لله تمهنت وتعلمت والحمد لله يا ربي. أطلب من السلطات تاع مثلا التكوين المهني أنهم يعاونوني يفتحوا تخصصات لهذه المهنة، وهذه مهنة جديدة وبالعكس حاجة مشرفة للبلد نتاعنا وتزيد من الاقتصاد تاع البلاد. توفر المادة الأولية والعديد من المعادن مكسب هام لهذه الولاية، مما فتح مجال الاستثمار لأبناء المنطقة أيضا، مثل مشروع إنجاز مصنع الرخام والجرانيت بمنطقة نشطات بتمرست. اي مستثمر يتحصل على محجره في ولايه تمرس، محجره نتاع الرخام ولا الجرانيت، لازم له اول حاجه يدير 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 استثمار تاع مصنع. درك الاستثمار تاع المصنع راهو قريب يكمل، راهو في 80% ولا 85%، ولكن الاجراءات تاع المحجره راهي مطوله. من جهة أخرى، ورغم حصول بعض المستثمرين على الامتيازات من الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار، لم تنطلق بعد المشاريع، مما تطلب اتخاذ إجراءات خاصة. المستثمر يدير المدة اللي تكفيه، وإلا ما كفاتوش كاين إمكانية تاع تمديد أجل الإنجاز، ولكن بعد انقضاء تلك الأجل من الضروري جدا أن المستثمر يجيب محضر معين الدخول في الاستغلال حتى باش نكملوا المرحلة الثانية من الاستغلال، وإذا ما جابش محضر معين الدخول في الاستغلال هنا ندخل في إشكالية إلغاء الامتيازات الممنوحة.
تشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي بولاية تمرست يعد فرصة هامة لفتح مناصب شغل جديدة لشباب المنطقة ودعم النسيج الصناعي. تطبيقا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم التصدير خارج المحروقات وتنويع المداخيل، تعبر عشرة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والفلاحية والأجهزة الكهرومنزلية باتجاه دولة ليبيا مرورا بالتراب التونسي. المتابعة لرشيدة معبود. يشهد المركز الحدودي بوشبكة عبور عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والفلاحية والأجهزة الكهرومنزلية باتجاه دولة ليبيا الشقيقة مرورا بالتراب التونسي. نحضر اليوم إلى عملية تصدير تاع مواد فلاحية، منها على الأساس مادة البطاطا ب 200 طن، علما أن في الأيامات هذو اللي عداو صدرنا أكثر من 700 طن من هذه المادة، وكما تم تصدير كميات من العجائن والمادة تاع الفارينة. سجلنا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تسجيل أكثر من 82 تصريح جمركي يخص مختلف المواد. ومن المتوقع أن تسجل ولاية بسة قفزة نوعية في إنتاج البطاطا بعد إقبال عدد كبير من المستثمرين على اقتحام هذا النوع من الشعب الفلاحية على مستوى البلديتين الحدوديتين الماء الأبيض والحويجباد، والموجهة للتصدير شهر جوان المقبل. هي الحصة اللي تغرست درك هي توجد في شهر جوان، وراهي مزروعة مش غير الحصة هذية، راهي عدة مساحات راهي باينة لنا لهي. الحركية التي يشهدها قطاع التصدير خارج المحروقات بالجزائر مكنت من تحقيق أكثر من 2 مليار دولار خلال سنة 2018، ويتوقع القائمون أن هذا الرقم من مداخيل نشاط التصدير سيتضاعف خلال السنة الجارية. وقصد إعطاء دفع جديد للحركية الاقتصادية بولاية المسيلة، قامت السلطات المحلية باسترجاع مساحات كبيرة من العقارات الصناعية التي تضم أزيد من 60 مشروعا لم يجسد على أرض الواقع بمنطقة النشاطات خطوطي دير الجير وولاد سيدي إبراهيم. فتح أعراب المزيد. بوتيرة متسارعة تسير أشغال إنجاز مشروع تحويل الرخام والجرانيت بعد استفادة الأخوة أبو عربي من عقار صناعي مساحته 20,000 متر مربع بمنطقة النشاطات ذراع الحاجة. درنا دو زونغار جوملي نحولوا فيهم الرخام وكذلك الجرانيت. إن شاء الله هذا المصنع راح يلبي إن شاء الله يد عاملة 60 عامل مباشر الطريقة المباشرة، وأكثر من 50 طريقة غير مباشرة. تكلفة المشروع حوالي 50 مليار سنتيم. هذا فيما يخص الجيني سيفير، يعني بناية تمويل خاص، والآلات إن شاء الله، واللي ماشين يكون عن طريق البنك إن شاء الله. الشعبة هذه ناقصة على مستوى الولاية، والمادة الأولية يعني متوفرة، والمستثمرين أثبتوا حسن النية يعني والإرادة في الانطلاق في الإنجاز. الهيئات الوصية باشرت إجراءات استرجاع العقار الصناعي من المستثمرين المتقاعسين، حيث تم استرجاع 15 هكتار. العملية مست أكثر من 60 مستثمر متقاعس بمنطقتي خطوط دير الجير وأولاد سيدي إبراهيم. نأسف لتقاعس العديد من المستثمرين، حيث في هذا السياق أعطيت تعليمات صارمة من طرف السيد ولي الولاية لمباشرة عملية تطهير العقار، انطلاق في توجيه إعذارات عن طريق محضر قضائي اللي ستسمح بإذن الله من استرجاع العقار ليتم توفيره للمستثمرين الحقيقيين. عملية التطهير للعقار الصناعي التي انطلقت منذ شهرين فقط تهدف إلى إبعاد المستثمرين الغير الجادين وتشجيع أصحاب المشاريع الحقيقية، خدمة لتنمية ولاية المسيلة. حققت الآليات المستحدثة للتحصيل الجبائي الفعال مؤشرات إيجابية على نجاح نمط التسيير الجديد المعتمد من قبل الجماعة الإقليمية والقائمة على سياسة التمويل الذاتي. نموذجنا في النشرة من ولاية البويرة مع نصر الدين مشارب.
تحصيل جبائي مشجع تسجله الجماعة الإقليمية بعين بسام ولاية البويرة بعد أكثر من سنتين من العمل بالتوجه الجديد في التسيير القائم على التمويل الذاتي لبعث التنمية المحلية. كانت نسبة التحصيل في الحق لا تتجاوز 6-7% بعد المجهودات اللي قامت بها البلديات والولاية وصلت في الحق إلى 60%. حوالي 500 مليون دوك حوالي في واحد 3.5 مليار بالمداخل قابل في الارتفاع المستقبل وقعوا لحقنا حتى 5 ملاير 6 ملاير في العام. هذه المؤشرات الإيجابية على بدء نجاح نمط التسيير الجديد تأتي بعد الشروع في عملية استرجاع ممتلكات البلدية وإعادة تثمينها. قمنا بإحصاء تقريبا حوالي 240 محل سكني وتجاري وإعادة تثمين هذه الممتلكات وإعادة كرائها وإرجاعها إلى أسعار السوق الحالية المتعامل عليها. وعلى سبيل المثال مقهى على مستوى عين بسام الذي ما تقدر مساحته بحوالي 50 متر مربع تم استئجاره ب50,000 دينار جزائري. سياسة التسيير الجديدة التي اعتمدتها الجماعات الإقليمية يواكبها إطار قانوني وتنظيمي للمزيد من الاستقلالية والنجاعة. قانون 199/18/199 مؤفي في 8/2/2018 وهو يسمح للبلدية بتنويع والدخول في شراكة مع كل متعامل وتفويض المرفق العام وفقا لدفتر شروط متعامل عليه مدون في قانون الصفقات العمومية وكذا في قانون المالية في 2015. لابد من المسؤول المحلي أن يكون له نظرة استشرافية. يهدف نمط التسيير الجديد للجماعات الإقليمية برأي المختصين إلى جعل البلدية مؤسسة اقتصادية بامتياز تماشيا مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة. في قطاع الموارد المائية خصصت ولاية الوادي مشروعا استعجاليا لإعادة الاعتبار للقناة الرئيسة للتطهير وتحويل مسارها بعد تضررها من الانزلاقات التي تسببها ظاهرة صعود المياه بحي سيدي مستور. سهيل بن دانيا. يشكل حي سيدي مستور ببلدية الوادي أكثر كثافة سكانية ويعاني من ظاهرة صعود المياه السطحية مما يؤدي في بعض الأحيان إلى هبوط الأرضية وتؤثر بدورها على الشبكة الرئيسة للتطهير. دخلنا في وقت من الأوقات من 2017 أنا باسمه دخلنا ولكن التدخل تاعنا كان صعيب نظرا لقربها من درك رانا بعدناها شوية للمواطنين بحيث معناها ما عادش يمثل خطر الكوليكتور برينسيبال اللي راهو موجود بعدهم. اليوم كميه من المياه كبيره اللي تتدفق فيها القناه هذه اللي هي قناه معناتها تاع 700 ملم وتعتبر شريان اساسي وحيوي بالنسبه لهذه المنطقه، ولهذا كان من الضروري ومن الاكيد معناتها تجديد هذه القناه بشكل يسمح التدفق الطبيعي واليومي لهذه القنوات. وقصد التدخل لحل النقاط المتضررة خصصت بلدية الوادي في إطار المخطط البلدي للتنمية مشروعا استعجاليا لإعادة الاعتبار لمقطع من الشبكة الرئيسة للتطهير. بالنسبة للتدخل مديرية التطهير على مستوى حي سيدي مستور تم بمرافقة مديرية الموارد المائية حيث تم تنصيب مضخات متحركة 400 متر مكعب في الساعة و500 متر مكعب للسماح بجريان الماء وعدم رجوعه لبيوت المواطنين أو تدفقها في الشوارع، والآن يتم إعادة الاعتبار للقناة على مسافة 350 متر. كما يتم إنجاز دراسة جديدة للمخطط التوجيهي لشبكة التطهير عبر البلدية وهذا للقضاء على النقاط السوداء بعد ارتفاع عدد السكان بالحي. أما في قطاع السكن فأزيد من 540 وحدة سكنية بصيغتي العمومي الإيجاري تم تسليمها لمستحقها بعدد من بلدية ولاية معسكر. التفاصيل مع عمريان هاري. 549 وحدة سكنية عمومية إيجارية موزعة على بعض البلديات بولاية معسكر تم تسليم مفاتيح سكناتها في حفل تكريمي حضره كل المستفيدين. Elle a bénéficié le social, le logement de fonction, enfin logement social, pour bénéficier. Mais tout
كيفاش كنتوا شويه مقبولين في السكنه ايتو؟ حنا تاع ضحايا الارهاب ماساه الوطنيه دونك دات حقها. فرحونا بهذا شهر شعبان كنا مغبونين. انا كنت ساكن في حوش تاع وراثه رانا في 10 سنين ولا كاين انا كشيبانيه رانا الحمد لله 9 من عام انا في 12 عام فيها. ودروك ما عطاوك السكنه؟ والحمد لله ربي فرج علينا في شهر شعبان كنا مغبونين شحال من عام وحنا نستنوا والحمد لله. مركوز تاعنا اليوم حوالي 1200 وحده سكنيه 1199 بالضبط. عندنا 600 إعانة ريفية والباقي سكنات اجتماعية بعد ما استنفذنا كل طرق التوزيع يعني من تعليق القوائم إلى إعداد القائمة النهائية من طرف لجنة الطعون. إضافة إلى ذلك تم توزيع مقررات الاستفادة من الدعم لبناء السكن الريفي المقدرة بأكثر من 600 إعانة مالية. بسام فلاح وأرض تاع فلاحة وعطاوني سكينه بنديرها لولادي ونفرح بها ان شاء الله انا وليداتي وانتم معنا ان شاء الله. وتقعد تمت ونقعد فيها ان شاء الله. في الارض تاعك؟ في الارض تاعي ان شاء الله نخدمها و سبيت من السكن الريفي. والحمد لله صايرين باغينا نفطر انجاز ان شاء الله وغادي نبدا. لازم المواطن يبني على الاقل الاساس نتاعو اللي يخلص ان شاء الله 60% من مبلغ الاعانه وما تبقى ينجز في الاعمده بالنسبه للسوبر ستركتور. كما سيتم توزيع خلال هذه السنة أكثر من 4000 وحدة سكنية في صيغة الإيجار العمومي. تربويا وبولاية تندوف لا يزال مشكل بعض المؤسسات التربوية والاكتظاظ في الأقسام يؤرق التلاميذ والطاقم التربوي، وقصد التخلص من هذه المعاناة انطلقت بالولاية أشغال إنجاز مؤسسات تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي القادم. المتابعة لنسيمة يعقوبي. الاكتظاظ بالأقسام ببعض المدارس بولاية تندوف بات يشكل عائقا أمام الأساتذة لتقديم الدروس للتلاميذ. 38 تلميذ في القسم يعني هناك اكتظاظ ما يجعل التلاميذ غالبية التلاميذ ليس بناء الفكرة. استيعاب حقيقة لا يكون 100%، هذه يعني واضحة نسبة معينة 60-70. كما يعد مشكل بعد المسافات عن بعض المؤسسات التربوية عبئا ثقيلا على أولياء التلاميذ. فيها ياسر من الاكتظاظ وفيها ياسر من التناوب، هذا بالنسبة للشير ما يقدر يحصل منها الشيء. واحد مثلا يقرأ مثلا من 8 إلى 10 ويمشي ويجي واحد ثاني، هذا احنا ثقيل عندنا. أكثر من 200 تلميذ في الطور المتوسط تم تحويلهم إلى متوسطة قدوم عثمان انطلاقا من حي الحكمة بسبب عدم توفر متوسطة لديهم. الحي بعيد على المدرسة ونوصلوا في أوقات متأخرة خصوصا نهار الحد والخميس. العياي يأثر بزاف ومن الاخر كي نمشوا المطعم وكل شيء ونجوا متعبين ما نقدروش نركزوا. كلها انشغالات اخذت على عاتق السلطات المحليه لولايه تندوف. عندنا ثانويه وعندنا متوسطه وعندنا اربع مؤسسات في مجمعات مدرسيه. ان شاء الله هذه كلها تدخل على حيز الخدمه على مستوى بلديه تندوف، وعندنا ايضا ثانويه اخرى على مستوى بلديه ام العسل ستدخل في حيز الخدمه خلال الدخول المدرسي القادم ان شاء الله. الوتيره متسارعه في كل المؤسسات اللي مبرمجه للدخول المقبل. بشرى لسكان حي الحكمه في المتوسطه، تعتبر المشروع المتوسطه في حي الحكمه اكثر المشاريع تقدما في الانجاز، نسبه الانجاز تجاوزت 85%. هي بعض من الحلول والتي من شأنها تخفيف الضغط على الأقسام وتقريب المؤسسة من التلاميذ ومن ثم توفير الأريحية في الدراسة. أشرف اليوم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله على ندوة علمية بعنوان العلماء في المجتمع ورسالتهم الروحية والمعرفية. الندوة نشطها باحثون أكاديميون وتطرقوا خلالها إلى حاجة المجتمعات إلى العلماء في إحياء وتجديد الفكر الثقافي والعلمي، كما أكدوا على دورهم في توضيح المبادئ وأسس التغيير الواجب اتباعها لبناء مجتمعات يسودها العدل والتكافل بين أفرادها. هل هذا العلم الموجود عندنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس يعني ينتمك من الصفات ومن الخصائص ما يهيئه لكي يقودنا إلى تغيير
إيجابي، إلى تغيير فعال، إلى تجاوز أخطائنا وإلى الاهتداء إلى الطريق الذي ينبغي أن نسير فيه. في الذاكرة التاريخية أحيت اليوم جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد الذكرى 63 لاستشهاد البطل الرمز السوداني بوجمعة أحد أعضاء مجموعة 22 التاريخية، وهذا بحضور الأسرة الثورية وأساتذة ومؤرخين. المناسبة كانت فرصة لإحياء الذكرى 61 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، وعرفت الندوة حضور لاعبين سابقين قدموا شهادات حول تلك المرحلة التاريخية الهامة. في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك أمس إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي لتمرست، كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحوي رشاشا ثقيلا عيار 14.5 مليمترات ورشاشا ثقيلا عيار 12.7 مليمترات بمسنده، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من جانيت وتمرست وعين جزان 115 منقبا عن الذهب، وحجزت 3 أجهزة كشف عن المعادن و49 مولدا كهربائيا و26 مطرقة ضغط و17 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى 3 مركبات رباعية الدفع و134 جراما من مادة الزئبق وأغراض أخرى. وفي سياق متصل، ضبط عناصر الدرك الوطني بكل من بسكرة وورجلة 9240 كيسا من مادة التبغ بقيمة مالية قدرت ب 277 مليون سنتيم، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مختلف المشروبات، فيما تم توقيف 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلوغرام واحد من الكيف المعالج بيتبستا. ومن جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني 9 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتيارت. دوليا، وفي ليبيا قتل 2 على الأقل وجرح 4 آخرون ليلة أمس جراء تعرض أحياء عديدة وسط العاصمة طرابلس لسقوط قذائف عشوائية. هذا ووفق حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما لا يقل عن 170 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 700 آخرين بينهم مدنيون، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 20 ألف شخص منذ بداية هجمات قوات خليفة حفتر في 4 أفريل الجاري على العاصمة طرابلس. في الشأن السوري، تستضيف كازاخستان جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا، وذلك يومي 25 و26 من الشهر الجاري. وللإشارة، فإن جولة المحادثات الجديدة التي يشارك فيها ممثلون عن النظام السوري وفصائل المعارضة ستحضرها الأمم المتحدة والأردن بصفتهما مراقبين. أخبار دولية متفرقة مع سارة درجة. بتايلاندا، استطاع عامل بمنصة النفط إنقاذ كلب من الغرق حيث سبح لمسافة 220 مترا على عرض ساحل تايلاندا.